الله يبقيك يطول عمرك. والله الله يبقيكم يسلمكم ويطول عماركم. الله يبقيكم يسلمكم ويطول عماركم. الله يبقيك. طبعا ابو صالح ما اخذنا بياخذ بنا جوله في قصر العبيد تراثي. الله يبقيك ما شاء الله. هذا قصر العبيد الاثري ما شاء الله ما شاء الله. اي والله والله ان اللي مثلكم وبيهم اللي شرواكم من تنمسوا شراك الطيب. الله يطول عمرك يا ابو صالح. طبعا هذا الدور الاسفل اللي تشوفوه هذه منطقه الطحن والحق. هذه المناطق اللي يكون فيها المواشي فيما مضى كانت زمان داخل بيوتهم. اما الحين الله ما كان حمد يمن وامان ما عاد حد يحط داخل بيوت من الخوف زمان. هذا الدور الاسفل. نطلع الحين الدور الثاني تشوفون اللي قدام. الله يبقيك يطول. المكان ما هو يعتبر متحف اللي فيه كلها اغراض البيت. هذه اغراض الحراثه وهذه الاغراض اللي تخص البير الغرب والمسحه وهذه عكك السمن. للسمن تعتبر لها اسم عكه ولا الماء يعتبر لها اسم مختلف وهذه الادوات الرحال. ما شاء الله ما شاء الله. هذه كلها تبع الحراثه وتبع البيت. وده وشو هذا؟ يعتبر قال له مزبه اللي هو يحط فيه الحرمه تحط فيها الطفل الرضيع وتروح عاد عندها شغلها عندها الرعي عندها امورها ما لها الا مكانه حتى لو انها طفل صغير ما هي معه. المكان ما هو يعتبر متحف اللي فيه كلها اغراض. تفضل تفضل ابو صالح تفضل. طبعا ابو صالح ماخذ بنا جوله الان في قصر العبيد التراثي والتاريخي. الله يبقيك ويسلمك. هذا الدور الثاني صحيح؟ هذا الدور الثاني. ايش هي الغرفه هذه يا طول العمر؟ ما شاء الله المجلس الاول. ما شاء الله تبارك الرحمن. مرحبا ومسهلا. الله يبقيك ويسلمك. هذه الغرفه الثانيه وهذا القط العسيري مثل القط العسيري والله يسمونها البتره. والله نعم ما عليكم زود يسمونها البتره وكانت زمان من الالوان الموجوده عندهم في الطبيعه ما بها الوان لا بويات ولا مستخلصه من الطبيعه. اما الان الحمد لله في بويه سويناها على الوضع اللي كانت عليها. ما شاء الله ما شاء الله. الله يبقيك ويسلمك. تفضل تفضل ابو صالح. الله يبيض وجيهكم ولا يهينكم. الله يكثر خيركم. الله يكثر خيركم. سلمكم. الله يبيض وجيهكم ولا يهينكم. الله يبقيك طول عمرك ابو صالح. طبعا اليوم باكل بيدي تحسين سمعه عشان الربع اللي ذاك اليوم. ها الله يبقيك طول عمرك ابو صالح. طب ابو صالح تقول لي الغرفه هذه وش؟ هذه غرفه العروس يسمونها. هذه اسمها غرفه. اذا تزوج واحد من اهل البيت استقل في الغرفه هذه. طبعا هذا الفلاش هذا الصلاه طبعا للنار. هذه طبعا هذه اغراض العروس. شفت عيونكم شنطه العروس ما شاء الله الطياب من القدام كاسين. هذه طبعا الطهشه للحمايه من الشمس. ما شاء الله. وصالح تقول لي الغرفة هذه وش؟ هذه الدور الثاني. الآن متجهين للدور الثالث. الله يبقيك ويسلمك. طبعا هذا الدور الثالث مستقل بالضيافة كلها مجالس. المجلس هذا صغير ومجلس كبير. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله ما شاء الله حياكم الله. طبعا حياكم الله يبقيك يسلمك. ما شاء الله يا الاجواء. الدور الثاني الان متجهين للدور الثالث. وانت شرعين قالوا ان ابن عبيد بنى مجلس من الجال للجال وكان ذاك الوقت شيء غريب واجتمعوا فيه القبيله كلها بني مالك وانهم يجتمعوا في هذا المجلس. الان القبيله والله ما يكفيهم ظنيه. وانت شرعين قالوا ان ابن عبيد بنى مجلس من الجال للجال وكان ذاك الوقت شيء غريب واجتمعوا فيه القبيله كلها بني مالك وانهم يجتمعوا في هذا المجلس. الان القبيله والله ما يكفيهم ظنيه مثل المجلس هذا يمكن 1000 مجلس من كثره. ما شاء الله كانوا يجتمعون. الله يزيدهم. ما عليكم زود الله يرحم والديك ويجزاكم خير. ما شاء الله. لكن العرب زمان كانوا محفوفين وملمومين وعلى قلبه واحد. والله ما الحمد الله يديم المحبه. اللهم الله اللهم الله يبارك. الله يبارك يسلمك طول عمرك. وانت شرعين قالوا انه طبعا الان متجهين للدور الرابع والسطح كذلك. ما شاء الله تبارك الرحمن. انتبهوا لرؤوسكم يا عيال. ترى السقف نازل. ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله. شفت عينك هذه الاطلاله. يا سلام. ما شاء الله يا الاجواء.
الصلاه اعلان ذي الموقع. طبعا الان متجهين للدور الرابع والسطح كذلك. هذه ايش يا ابو صالح؟ طبعا هذه الميافي يسمونها ناس تنو للخبز ولا لا. طبعا هم يحطونها في الدور الرابع عشان عشان النار وكذا، هذه اغراضهم. طبعا عندهم هنا مكان للتهويه يسمى اليوبه او الجوبه، بنشوفها من هنا واضحه مقفلينها الحين عشان المطر. واضحه ما شاء الله. ترى هذه مستحدثه بس. هذه ايش يا ابو صالح؟ طبعا هذه الميافي يسمونها ما شاء الله الأجواء وهالجلسة اللي ترد الروح يا رب. شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن، شوفوا الجلسة، شوفوا المكان، شوفوا الإطلالة، بس الإطلالة تكفي ما شاء الله. الله يبقيك يسلمك يا أبو صالح. يا علب ما شاء الله الأجواء. شو الدوري يا مخنس؟ أبو علي مو موجود؟ أعطني واحد. خويك الحطاني إذا شاف مبخرة. خويك القحطاني إذا شاف مبخرة. خوي الكيس أكبر منه، همشي خلص علينا، همشي. ايش فيك؟ ايش ذا المشي يا غبي؟ طبعا الحين الربع طايحين في روسنا فعالية، ان شاء الله نتضبط. ما ادري اذا باقي المحل اللي احنا بنروح لفاتح، ان شاء الله نلحق عليه. خلوكم معنا، جواله معنا، قفلنا السيارة لأنها له ساعة ننتظره يركب ما يركب. هذا هو هنا، يلا خليك تاكسي الحقنا. الله يعطيك العافية، فاضيين احنا ساعة ننتظر. كيف اخذ تاكسي اصلا ما معي جوال غبي. يا مرحبا يا ابو صالح. ارحب الجدول طبعا برعايه الحين ابشر والله بس برعايه ابو صالح. مرحبا مليون. الله يبقيك. يا مرحب صح؟ يا مرحب. كم مبروك ان كل ما جيته تعديته. طبعا الجدول قبل شوي اعلمكم فيه، اقول انتظروه برعايه ابو صالح. ابو صالح الحين بيتكلم عنه، وش اسمه؟ انا دق عليهم قلت معي فيري امبورتد بيرسون في اي بي شخصيات. وش عد فيري امبورتد بيرسون يعني ويش؟ يعني شخصيات من العيار الثقيل. الله يسعدك وابشر والله بالسعد. خلوكم معنا الان، ترقبوا الفعاليات الان. بيجي جدول فاخر من اخر.
خلوكم معنا الآن. طبعاً أخذنا التذاكر وخلوكم معنا, خلوكم قريب. طبعاً أخذنا التذاكر. طبعاً أنا وأبو صالح فريق, ومحمد بن جابر وحمد فريق, ومشروب فنجانهم من الآن. من الآن مشروب فنجان النيشان على الرأس على العقال. قال انا اوريك فيه, انا عاد في تصفيه حسابات قديمه لازم اليوم استغل. خلوكم معنا انا وابو صالح. ايش تقول ابو صالح؟ اقول على الصدام والنيشان على الفوز. من عيونك واضح لك ما راح تفوز يا رجال, ابي اقتلنا من الضحك. خلوكم جني حقي فوق ايش حضرتها الليله. تحدي والتحدي يا بغرسان, ولا في حبه خشمه ولا محنيه. هل المطي المزاز تلقاه في الدكان جني حقي.